بالنسبة بقى للمزيد من التفاصيل، فاحنا منورانا على التليفون الأستاذة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الفل على حضرتك وأهلا بيكي منورانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم، أستاذة نهاوند وكل السادة المشاهدين. صباح الجمال. صباح الفل يا فندم. معرفش يعني النهاردة كتير مننا حاسين شوية إن درجة الحرارة أقل وطأة من كام يوم اللي قبليهم، وشوية كانت الأجواء يعني مغيمة نسبيا الصبح، وفي نفس الوقت من امبارح بالليل كان في كلام يقال والله اعلم عفوا ان ال 72 ساعه الجايه المتوقع ان يبقى فيها انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. في كلام على ان في سحب ممطره متجهه ناحيه اسكندريه ومرسى مطروح. ايه مدى دقه الكلام اللي بيتقال ده يا استاذه؟ لا بالفعل، يمكن احنا من الامس واليوم وغدا ان شاء الله بنشهد اجواء اشبه بالاجواء الخريفيه. احنا بنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، موجود معاه تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على اغلب المناطق الموجوده في شمال البلاد، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى. السحب دي بتحد من تاثير اشعه الشمس، فبالتالي ببدا احس بانخفاض في درجات الحراره. كمان في نشاط رياح قلل احساسنا بصوره كبيره جدا بنسب الرطوبه الموجوده في الجو، فكلنا مستشعرين خاصه كمان خلال فترات الليل الاجواء الاشبه بالاجواء الخريفيه والاجواء المعتدله. بس الكلام ده بشكل مؤقت يا فندم ولا يعني هل هي موجه وهتنتهي بعد ايام وترجع الدنيا تحرر تاني، ولا دي بدايه للاجواء الخريفيه المعتدله؟ هو عامه ده احلى خبر سمعناه النهارده، والله العظيم احلى خبر في الحلقه. زي الفل. اتفضلي يا فندم. ده يمكن احنا ملحوظ قوي في يوم، وكمان بالفعل الامطار بدات يعني تتساقط على المناطق الساحليه زي طبعا مطروح والاسكندريه، بعض المناطق كمان من الدقهليه، بعض المناطق من البحيره، السواحل الشماليه بدا عليها سقوط امطار خفيفه. هي الامطار دي بتساعد شويه على احساس بالاجواء الخريفيه، ده هيستمر معانا غدا كمان الخميس ان شاء الله. يعني احنا بنقول التحسن ده هو تحسن كبير في درجات الحراره في الاجواء. من يوم الجمعه هيكون في ارتفاع طفيف بحوالي درجه، يعني هنرجع تاني للاجواء اشبه باجواء اول هذا الاسبوع، يعني اجواء نقدر نقول فيها تحسن عن شهر 8. بصفه عامه احنا خلاص في شهر 9، هي الاجواء بنبدا تدريجيا نتجه نحو الاجواء الخريفيه، انخفاض في درجات الحراره، انخفاض في نسب الرطوبه، لكن هو يعني الاربع والخميس تحسن كبير في درجات الحراره، لكن من يوم الجمعه تبدا درجات الحراره ترتفع بحوالي درجه، تكون 34 درجه مئويه على القاهره الكبرى. هتبدا السحب الموجوده تقل شويه في السماء، هنشوفها بس خلال فترات الصباح، لكن بصفه عامه الاجواء مستقره تماما لمنتصف الاسبوع القادم ان شاء الله. اجواء حاره رطبه فتره النهار، معتدله تماما خلال فترات الليل. فرص الامطار زي ما قلنا مستمره معانا اليوم وغدا، لكن ان شاء الله تبدا تتلاشى فرص الامطار من يوم الجمعه القادمه. وهتعود بقى السبوره المائيه في الظهور في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل، خاصة كمان ان احنا مع اقتراب فصل الخريف كثافة الشبورة المائية هتبدا تزيد، وده كويس. ممكن يأثر على الرؤية الأفقية على الطرق، فمهم جدا ناخد بالنا من وجود الشبورة المائية. كويس جدا، دي أخبار رائعة والله. يعني لا بشكرك جدا، وان شاء الله بقى على يوم الاحد كده نشوف الاوضاع ايه. بس فعلا احنا هو الخريف يبدا كمان 20 يوم، اقل من 20 يوم تقريبا 15 يوم، فطبيعي جدا ان احنا نشهد برضو اختلافات او انخفاض الى حد ما في درجات الحراره. شكرا ليكي جدا يا فندم.